السلام عليكم ورحمة الله إلى متابعين أو محبين السناب شات. أنا والله مو من محبين السناب شات ولا أحب أحد يتابعني، ولكن قررت أني أسوي هالمقاطع للشباب اللي حاب يتابعني بناء على طلبهم، يعني الأهل والربع والأصدقاء والمعارف حابين يشوفون واللي تعرفت عليهم. فاستوقفني هذا المنظر الجميل اللي في ملبن أستراليا، متجه لكريغبن مني والسيتي مني العاصمة. يا سيدي حبيت أخذ على هالمنظر الجميل البقر مثل ما تشوفون والخضار وفلات. هذه منطقة اسمها يورك، فكانت فارم البنا جاي عليها، فهذا بعد أعتقد 4-5 سنوات هذه راح تصير كلها بيوت، لأن ازدياد عدد سكان ملبن والطلب على البن اللي هني. على العموم فحبيت أني أكمل هذا المقطع.